يهبط معنا المسود انا ود البارح ما فهمناش اش يقول كيذوب بواحد الطريقه راقيه شويه للناس الهاي كلاس بالعربيه بغاني هو تدوب معنا شويه لتحت نفهموا بالعربيه اش يقول هذا ما كان ديال الناس البسطاء. انا بالنسبه لي انايا ما شفتوش اول حاجه غير سمعت مبانوا لي شي لعيبات اللي شفتهم فيها انايا كيدوي فيسبوك داري اللي لاحينهم بالنسبه لي انايا كان بنكيران كان غيكون احسن كون خلاهم حيت هو دابا حيت دابا هو دابا في مده 3 شهور هادي حنايا ما عاملين مشتونا في شي خرجه اعلاميه تا شي انت البارح انا غير كبار كنسير في فيسبوك شبان ليا هو بنادم طلع عليه بالعربيه فريمون انا ما تفرجتش فيه كامل مي شويه كان ما قدرش يوصل بزاف ديال الحوايج ما قدرش يوصل بزاف الحوايج لينا بطريقه مبسطه وهذا و جو بونس انه هضر بواحد الطريقه شويه ما نقولوش فولغير مي شويه بحال عطا واحد المثال ما كانش يقول واحد المصطلح ما كانش يقولوا زعما كانه وزير كانه رئيس حكومة بلوتو رئيس حكومه ما كانش عليه يهضر بديك بداك المصطلح ما كانش عليه يقولوا ما سمعتش ما قدرتش نكمل لان ما بالي ما نسمعه هو انا ما نكذبش عليك ما فهمتش ما معمرش براسي حش ما شنقول لك مشوش بزاف ما خرجش بزاف خارجات اعلاميه وما كانش قريب منا كما كيجي فحال بن كيران كيجي بعض المرات كيجي كيزور الاحياء كيجي كيشوف كيجي هو ما عملي مشو انا كاع داير شي خرجه اعلاميه وما عملي مشو كاع لحشي حاجه مفيده للشعب ولا قال شي حاجه اللي ضاره ودابا حنا دابا كنشوفوا دابا حنا شي زيادات وكنسمعوا دابا حنا على شي زيادات مي ما عملنا ما عمرنا حنا مشنا هو خرج قال لك انا ضد الزياده ولا عطاك شي تبرير على انه علاش دار هو الزياده دونك هو ديما مخبي هادشي علاش حنا كشعب حتى حنا مخبيين من جهته حتى حنا ما كندويوش معاه ما كنهضروش معاه ما معمرينش راسنا به.